منو شجعك على انه تشتركين بهذه المسابقه؟ شلون اجتك الفكره؟ شنو نوع المسابقه هذه؟ بشنو امتحنوك واخذتي هذه المراكز العاليه وفزتي بيها؟ كانت مشجعتني معلمتي ام السوربون ومديرتي مديره المدرسه الحكوميه، انا ادرس بمدرسه حكوميه وبيها مواد إنجليزية وهي ذات المعايير الدولية، مدرسة المتعلقات ذات المعايير الدولية. وأهلي همين كانوا يشجعوني ويدربوني باستمرار على مود أوصل لهذا المستوى. حلو. زين. والمسابقة كانت هي مسابقة الحساب الذهني، وامتحنت بعداد معادلات حسابية أحاد وعشرات. زين. قدرت أحل من الآحاد 120 معادلة ومن العشرات 18 معادلة. زين، شنو نوع هاي المعادلات ريماس؟ شنو اللي انطوك اياه بالتحديد وقدرتي انه تحليه؟ وش قد استغرقتي من وقت؟ الوقت كان 10 دقائق، كان الوقت كلش قليل. وكنت عندي هو هاي المعادلات الحسابية، بس هو مو نفس الرياضيات، هو مادة. زين. بس هي مو مشبهة بالرياضيات لأن هي حساب آخر يعني.